ومن جهود صون الطبيعة إلى أخبار الطقس والأرصاد الجوية. حالة الطقس تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة. فاطمة خليل، إليك مرة أخرى فاطمة. شكرا محمد، شكرا سحر، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس خريف مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 22، الصغرى 15، اسكندرية 21 16، مطروح 20 15، بورسعيد 22 16، اسماعيليه 23 14، وجوها معتدل. بالنسبه للسويس 24 14، العريش 22 14، طابه 23 16، شرم الشيخ 27 17، الغردقه 27 17، جوها ايضا معتدل. بالنسبه للاقصر 28 14، اسوان 29 14، الوادي الجديد 26 10، شلاتين 27 20، حلايب 25 19، وجوها ايضا معتدل. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه.